وأنا شيخ وعريسي إن ما إنا الصومال كسكوا لوبا هي مسيسيبي عنا لو فهمين. غير الله مسيح. مركا نحكور جينا إن شاء الله وحير أو ذكرية. إن مشايخنا صبرت إن شاء الله. I'll give some brothers to read some Maulid Nabi and some praise of Nabi Muhammad before we reach the Maghrib and to show شيخ نازم شيخ هشام كباني treasure and heritage that the Somali sheikhs left for us and the Sufi Somali sheikhs left for us, inshallah. يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد يا قبل ضعفك يا محمد محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم محمد يا جبريل نبينا إليك بها بقرآن محمد صفا جبريل محمد محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد محمد راكب فوق المراقب بمعرج سموت يا محمد 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 يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد
وسلم ثم آلك يا محمد. محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد. محمد والفروع وما أنت عليك بمدحك والمشايخ يا محمد. محمد يا محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى. محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد. محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد وسلم المولى محمد. Oh, right.
الله 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 إمام البدع وأميران الجباء وغيال البغراء يضع قوة مع وباد شيل الآية عبد الغادر محي الدمير شيل الآية العبادة
القادر المداد يا عبد القادر المداد يا عبد القادر. هدنا إن شاء الله تعالى وحان أخرين الصلاة على النبي لمولانا عبد القادر الجيلاني الغوث الأعظم وصلاة منه بألف صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي. اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا وأعمى صلواتك سرمدا وأحلى بركاتك سرمدا على خير الأنبياء والمرسلين على سيدنا محمد خير خلقك أجمعين. اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا وبركاتك سرمدا وأسكى تحياتك فضل وعدل وأسر في الخلائق وإنسانه ومجمع الحقيقة الإيمان تطور تجلات الإحسان ومهبة الأسرار روحا وعروس من الكتربانية واسطة اخذ النبيين مقدم جيش المرسلين وقائد ركب الانبياء المكرمين افضل الخلق اجمعين وحامل اللواء العز اجمعين حامل سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك ذكر الغافلون وسلم كثيرا الى يوم الدين. اللهم اجعل صلواتك ابدا وبركاتك سرمدا واسكى تحياتك فضلا وعدلا على شر الخلائق والانسانيه ثم اجمع الحقائق الايمانيه ثم تجلات الاحسان ثم بات الاسرار روحا تعرس من نكتر بابك واستعذ النبي وقدم جيش المرسلين وقائد رب الانبياء المكرمين وقائد رب الانبياء المكرمين افضل الخلق اجمعين حلوا العز على وحامل اللواء العز العلاء ومالك أزمة المثل الأسنى شاهد أسرى الأزل المشاهد الورس وقد والة أكمال سنة تدنبع العلم والحكم والحكم مدخل وجود الكل والجزء والإنسان عين وجود العلو والسلي روح جسد الكونين وعين حيات الدارين المتحقق بأن يرطب العبودية المتخلق بأخلاق المقامة الاستغناء في الخليل الأكرم والحبيب العظم سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون غفر عن ذكرك وذكر الغافلون وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تمر وخزائن الله تعالى نورا وتكون لنا فرجا وفرحا ومغفرة وسرورا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضياها وعلى آله وصحبه وسلم كل وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد يطيب القلوب والدواء وعافيه الابدان وشفاء نور الابصار وعلى اله وصحبه وسلم كلما ذكرك ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا من يوم خلق الدنيا الى يوم الدين لكل يوم الف 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 مره عدد معلوماتك وبداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون سلم كثيرا الى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. معنى هذه قصيدة الإمام أبي بكر بن عبد الله العيدروس. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعماه فينا توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا نصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآنا شفى للمؤمنين وبالهادي توسلنا ولدنا وكل الأنبياء والمرسلين وبالهادي توسلنا ولدنا وكل الأنبياء والمرسلين وبالهادي توسلنا ولدنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب رب أجمعين وبالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القطب حقا أخص به الإمام القطب حقا وجيه الدين تاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العيدروس القطب أجلى عن القلب الصدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبقتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين وناظمها أبا بكر إماما حباه إلهه جاها مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين به ندعو المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين به ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا آمين. وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا آمين. ونختم بالصلاة على محمد
إمام كل خير الشافعين، وصلى الله على سيدنا محمد الحبيب المحبوب الشافع المشفع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله تعالى في كل لمحة ونفس 100,000 فرج قريب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الأذان ارفع الأذان. إن شاء الله we're gonna pray مغرب إن شاء الله. And after that Sheikh would lead the salah and he would do dua for us and then we'll let Sheikh go and then the rest of us will stay for hatra for long hatra إن شاء الله tonight. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح ونظامة السلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن كتابا والله على ما نقول وكيل وقبلنا بسيد الشيخ محمد ناظم الحقاني شيخا ومرشدا خاصة إلى روح إمام الطريقة وغوث الخليفة خاتمها الدين نكشب المحمد ويسير البخاري وحضرة أستاذنا سيدنا سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد الله فاز الدوستاني سيد الشيخ محمد ناظم الحقاني وعبد الخالق الغجواني وأهل خدم الخرجة وسائر ساداتنا خاصة سيدنا عبد القادر الجيلاني الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرزاق هو يوسف. السلام عليكم. السلام عليكم. How are you? Good, good. Alhamdulillah. How are you? Good, good. I went to the biggest mosque in Shepherd's Bush. Huh? You didn't find it there. No. Because you are following the Alaykum salam, how are you? Alhamdulillah. Yes. Thank you very much.
لا مضمون على وجه المال
Brother, 079-220-221-831. The website is sufficinema.com. I collect with you, inshallah. Because this special present for us, we took ijada from Maulana Sheikh. So that's very important for us. That's good. Inshallah. We'll put it on the internet. Inshallah, brother. Yeah.
Yeah.
والمرشد والسامع 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 وال